ينتظر اليوم الجمعة وصول طائرة قادمة من مدينة واشنطن الأمريكية خلال الساعات القليلة القادمة تحمل 240 مواطنا تم إجلاؤهم ضمن برنامج الرحلات الجوية المتبقية لإجلاء الجزائريين العالقين بالخارج التي انطلقت يوم 4 أوت إلى غاية 16 من نفس الشهر. وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أنه تم إجلاء إلى غاية اليوم ما يقارب 620 مواطنا جزائريا على متن رحلتين من باريس يومي 4 و5 أوت. ولم يستبعد الناطق الرسمي باسم الخارجية إحداث تعديلات على هذا البرنامج بسبب التصاريح الإدارية والصحية وكذا تراخيص إدارة الطيران لمختلف البلدان، مشيرا إلى أن فتح وغلق المجال الجوي مرتبطة بانتشار فيروس كورونا التي تتخذها بعض الدول التي سيتم إجلاء مواطنيها من مطاراتها.